اكلم حضراتكم اكتر واكتر، لكن طبعا اخد على التليفون يعني احد رموز نادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك السابق دكتورنا الكبير دكتور كمال درويش، افضل من يعلق على الزياره دي. دكتور كمال مساء الخير حضرتك. اهلا اهلا، ازيك كابتن ابو ازيك صح؟ ازي حضرتك دكتور كمال؟ تمام تمام الحمد لله. الحمد لله. طبعا يعني معايا قيمه كبيره جدا ونجاحات كبيره جدا سواء في الاداره الفنيه كهاندبول او اداره رياضيه بشكل عام كمان، ورئيس الاكثر تتويجا في تاريخ نادي الزمالك في جميع الالعاب، وانا يمكن حضرت في يعني جزء من ده في العصر اللي كنت بلعب فيه، ففرصه كويسه جدا دكتور كمال درويش يعلق لنا على المشهد اللي شفناه امبارح دكتور كمال والزياره بتاعت اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي. هو طبعا الفترة كبيرة كانش الظاهرة دي موجودة، لكن هي أساسا موجودة من أبان مجالس الإدارة الكبيرة بتاعتنا، يعني كابتن حلمي ومستشار توفيق أبو قيسين، ويعني المجموعة دي كلها كانت العملية دي طبيعية جدا. فإحنا بنستعيد تاني زي ما قال كابتن حسين لبيب الصورة الذهنية لنادي الزمالك الحقيقي يعني مرة تانية، وده الحقيقة واضح جدا من طريقة الزيارة، من المودة والمحبة الموجودة ما بين مجالس الإدارات، والحقيقة دول يعني قمم لأندية فوق المئة سنة، يعني تاريخ عريق وجديد مليان بالبطولات ويعني كؤوس ويعني مسارات رياضية عميقة ومؤثرة حتى على المجتمع المصري، جماهير بالملايين. أنا بتصور إن الزيارة دي ما شاء الله كانت زيارة ناجحة في وقتها، يستعيد النادي الزمالك تاني كيانه الأصلي باتجاهاته بقيمه بمبادئه، وهم بيكونوا الناديين دول قلعتي الرياضة المصرية، يعني هذا التنافس الشريف الكبير ما بين الناديين بلا شك هم القاعدة الأساسية للرياضة المصرية هي بكل الألعاب. أكيد طبعا دكتور كمال، كل المنتخبات هم وليدهم الناديين الكبار دول. انا شايف حقيقة ان ليها ابعاد كتيره جدا جدا على مستوى الاجيال حتى، يعني مثلا اللي كان عصبي شويه وهو لسه في سن الحماس شويه وكان ممكن نشوف يصل لاعمال شغب او يصل لاعمال تلاسن او يصل لاعمال ان يبقى فيه شد وجذب، والسوشيال ميديا حضرتك اكيد عم متابع وعارف ان بقى الوقت سهل ان انت كل واحد يكون مشدود وعصبي. انا شايف ان الزياره دي مريحه، حتى الشكل الصوره تحس انها مريحه كده، ويعني تدعو لصوره ذهنيه وتغيير صوره ذهنيه الحقيقه مختلفه، وتغيير في الوجدان بقى كنا كلنا مفتقدين، وحضرتك يمكن استخدمت كلمة ده الطبيعي. فالتغيير في الوجدان ده على مستوى الأجيال سواء الشباب المتحمس سواء اللي بقالهم فترة كانوا معتادين، الأجيال يمكن المتقدمة في السن شوية كان بقالنا فترة معتادين ان نشوف يعني للأسف مش المناخ الرياضي أفضل شيء. فعايز أعرف الرسائل كمان اللي ممكن تكون موجودة لكل الأجيال، حضرتك شايفها إزاي؟ شوف المنافسة مطلوبة، المنافسة الرياضية مطلوبة، لكن الوقت في كل الاتحادات الدولية في كل الألعاب المختلفة بعد نهاية المباراة الجميع بيسلم على بعض، أجهزة فنية، لاعبين، منافسين، هذا الموضوع بقى من ضمن القواعد الأساسية في الرياضة العالم. اتفرج على أي مباراة في أي حتة في العالم الناس بتيجي تسلم شيكان، ده ما يمنعش الهتاف و التهليل والتشجيع والتحميس وشيء من المداعبة ماذا يمنع يعني، لكن مش من معايرة. فدي حاجات يعني الحقيقة لازم نستعيدها تاني، يعني الصداقات البزاح بين الجماهير ما فيش ما يمنع، يعني ده شيء لطيف وحتى يعني يؤدي لحياة سعيدة، يعني فيها نوع من المنافسة، فيها من نوع من المداعبة، فيها نوع من يعني تأكيد الفوز إلى آخره، وده شيء مطلوب في الرياضة بشكل عام. هي الرياضة طبيعة تحمس، بس في الآخر شيك هانز دي مهمة جدا، لأن هارد لك وجود لك
ودي موجودة في الرياضة. مفيش رياضة فوز على طول، مفيش رياضة خسارة على طول، والرياضة باستمرار بتعلم الدروس، بتزيد صداقاتي بالأفراد، بتزيد صداقاتي حتى بالجماهير ببعض. يعني احنا في الآخر وطن واحد، يعني كلنا في الآخر بنشجع منتخب مصر، أمر طبيعي، بشجع بلدي. فهذا الانتماء المحلي للأندية هو في الآخر انتماء كامل للوطن. فأنا بتصور هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي في العالم، موجود منافسات، موجودة الملاعب، موجودة الملاعب مليانة ناس، حتى مهما كانت الفرقة متواضعة لها جماهيرها، جماهير مدينتها، جماهير ناديها. يعني اللي بيتفرج على الدوريات الأوروبية والعالمية كلها كده، كلها جماهير وبتشجع وكل حاجة، وكل واحد شيك هانز في الآخر وياخد بعضه ويروح سعيد، شاف، استمتع بالرياضة، استمتع بمستوى عالي من الأداء. هو ده اللي احنا عاوزينه. بعد كده بقى التشجيع الحقيقي للمنتخب لما بيفوز بكاس قارة، كاس قارات، بطولة عالم، بيرفع النشيد والعلم، يعني حاجة بتبقى جميلة. لكن مش معنى كده ان اللي بيطلع التاني وحش او التالت وحش، هو بطل برضه. فالرياضة يعني كمان توقعاتها مش معروفة، ودي الإثارة اللي فيها، دي حلاوتها، دي اللي بتخلي الناس صح تروح تتفرج عليه. احنا لازم نعيش الرياضة الحقيقية، الرياضة ان انا استمتع بالمستوى العالي في الأداء، وفي نفس الوقت انا كمان امارس رياضة. كان لازم يبدأ بالمناخ الرياضي، مناخ ده المناخ الرياضي، مناخ حياتي سعيد. يعني الناس بتأديه بسعادة، مش بتأديه ان انا تتخانق ولا ترمي طوبة ولا لا. طب دكتور، عاوزين نستعيد تاني هذه الروح الرياضية. كنت عايز اخد عليها حضرتك حاجة، بيتهيألي الزيارة دي لها معنى كبير جدا في الوصف، كلها رسائل حقيقة مهمة جدا. كنت عايز اخد حضرتك يمكن يعني حاجة أخيرة كمان، إن أنا أعرف حضرتك مدعو دايما في كل التجمعات والمحافل الفترة اللي فاتت، أو في الميت يوم اللي فاتوا، من حتى من بداية التجهيز للانتخابات، وحضرتك دايما كنت يعني موجود وفي ظهر المجموعة اللي موجودة اللي تولت المسؤولية. عايز أعرف رأي حضرتك في الأداء ووتيرة الأداء اللي ماشي بيها مجلس إدارة نادي الزمالك، وطبعا حضرتك أحد الرموز لنادي الزمالك ورئيس نادي الزمالك السابق. فعايز أعرف الوتيرة، معدل الأعمال وجدول الأعمال اللي موجود فترة يمكن ما عدتش ال 100 يوم، رأي حضرتك فيه إيه وتوقعك إيه للفترة الجاية إن شاء الله؟ الناس كانت متعجلة، قلقانة، الجماهير كانت قلقانة، فكانت عاوزة حد يطمنها. لكن القدرة على الاحتفاظ بأسرار العمل وإنهاء المشاق اللي كانت في بتتعارض مع قيام النادي مرة تانية لممارسة نشاطه الهام جدا اللي هو كرة القدم، ووقف القيد فيه، ووقف القيد في كل الألعاب، وقف القيد نتيجة لعدم دفع الرسوم، ده كانت مشكلة كبيرة جدا. ويمكن كمان احنا تدخلنا من خلال الاتحادات، احنا لينا علاقات برضو بالاتحادات السابقة وبرؤساء الاتحادات. يعني الناس برضو يعني برضو هدوا المبالغ شوية، يعني اخدوا اجزاء، لان ما كانش ممكن تعمل كل حاجة في خلال ال 100 يوم. القوة الناعمة بتاعت نادي الزمالك كلها ابتدت تشتغل. تعاقدت مع لاعبين في كل الألعاب، تعاقدت مع النماذج الطيبة من الناشئين، أكدت المحترفين من الخارج عشان كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، استكملت تاني الفريق وربنا أكرمهم وانكسوا الماتش اللي فات في المنافسة الشريفة اللي بين الناديين. يعني الموضوع الحمد لله وإن كان فيه هدوء جدا، وتعديل المناخ زي ما حضرتك قلت، اداء الناس بتدور على مجلس اداره قاعدين بيشتغلوا، لحد بيطلع ولا حد بيجي ولا حد بيروح. يعني الناس قاعده بتشتغل، كل واحد اخد ملف بيعمله وبيأديه، والباقي بيساعد، ومحدش بيتكلم، محدش بيصرح. طبعا كل الشغل في الاخر ما مؤتمر واتقال فيه، تقدم فيه العمل اللي اتعمل بعد 100 يوم، شيء جميل ورائع، وان شاء الله يكمل على كده باذن الله. يا رب ربنا يوفقهم جميعا
ان شاء الله. كمان خبر النهارده المهم جدا ان حسام المندوه كمان ان القضيه في الجريه العليا بحكم تاريخي طبعا يعني ان شاء الله يعمل مزيد من الاستقرار لمجلس اداره النادي الزمالك طبعا كل الشكر لعوده حسام المندوب يعمل مزيد من الاستقرار للمجلس طبعا الحكم الاول واستمراره في مكانته كمين صندوق للنادي ده شيء مهم جدا يدي الاستقرار كمان وصحه الانتخابات ودي اداريه عليا ما فيهاش بعد كده استثناء طبعا الحقيقه الناس تهدى شويه بقى نهدى شويه يا جماعه عشان احنا شبعنا قضايا شبعنا قضايا دي حقيقه كلنا تعبنا جدا النادي الزمالك اتعطل كتير كل الشكر للدكتور كمال درويش طبعا رئيس نادي الزمالك الاسبق والرئيس اللي يمكن التاريخي الاكثر تتويجا في نادي الزمالك واحد رموز نادي الزمالك كل الشكر لحضرتك يا دكتور كمال